كابتن اسامه اتفضل. يعني انا بتكلم في نقطه اللي اتكلمتوا فيها اسامه وشريف وعادل قبل، عشان انت تسالني بقى السؤال تاني من اوله اللي انت كنت عايز تساله لي عن الاداء بتاع النادي الاهلي في خلال الماتشين، اللي هي تغييره ديانج في اخر ثواني. تغييره ديانج في اخر ثواني في الدقيقه 95 وتقريبا 16 ثانيه، وهو الوقت اصلا الاضافي كان 5 دقايق، يعني هو نزل ثواني. ده ما بتبقاش تغييره ذات اهميه قوي، انه قد ما هي خلاص ان الماتش انت جبت الجون الثاني والحكم يعني لعبه وحاجه هيصفر، يعني منها تعطيل شكل فرقه الجيش لو عايزه تهاجم، منها لو في كوره مثلا واحد نازل بحماس ممكن يقطع، لكن مش عشان يغير حاجه كبيره، لان هي ما فيش لعبه او لعبتين والحكم صفر. يعني بالنسبه لحمدي فتحي وانه عنده انذارين وخد الانذار التالت مش هيلعب ماتش الجاي الاسماعيلي، المدير الفني وهو اثناء اللقاء بيفكر في المباراه اللي عنده دلوقتي اللي هي تحت ايده، الثلاث نقط اللي تحت ايده كويس. عارف هو لو هو كسبان مثلا 2-3 وحمدي فتحي زي ما انت قلت خد الانذار الثالث، ممكن يفكر ألاعب ديانج مثلا 25 دقيقه او نص ساعه عشان اصله الماتش الجاي لو انا ضامن الماتش خالص. لكن الماتش لسه في اثنائه، هو بيفكر في التغييرات اللي من وجهه نظره هتكسبه اللقاء. أيوة. ده بالعكس كمان لما بيكون واحد عنده الانذار الثالث ومش هيلعب المباراه اللي بعديها، بالعكس انت بتطول معاه الماتش خالص، يعني بتخليه عايزه ينهي لو هو في حاله كويسه. أيوة. لكن حمدي فتحي النهارده اساسا الحاله بتاعته ما كانتش جيده، يعني ما كانتش جيده، يعني هو كان تغييره حصل في الدقيقه 63 لما بواليا وطاهر نزل وطلع محمد شريف وحمدي فتحي. يعني هو ما غيرش. بص للانفراد ده يا كابتن اسامه. لا الشناوي طبعا لما نجيب الحالات هايل اروع الشناوي. يا ريت هو بس سمير يعني بيجيب، لا سمير جاب ملخص بس عشان لما نتكلم على الحالات احنا بنخش تاني. لا لسه غير الحالات نتكلم. ما هو نتكلم على الحالات ولا لا؟ لا مش هنتكلم على ده ملخص عام. ده ملخص عام. اصل الواحد لما بيتكلم بنتلخبط بين لا ملخص عام. فدي نقطة. فهو غير قفشة في نص الملعب على أساس إن قفشة مكان حمدي لما نزل كهربا وبواليا وطاهر، على أساس يعمل زيادة عددية، لأن هو إحنا كنا متعادلين وعايزين نجيب الجون التاني، فلعب بكثافة قدام ببواليا وجاية تحتيه وكهربا وطاهر، يعني بقينا الأربعة وقفشة والسوليه، بس قفشه كمان بياخد الجزء الامامي تحتيهم. أيوة. كانه صانع اللعب ويرجع تاني ارتكاز مع السوليه. فهو كان ممكن يلعب ديانج، وديانج من العناصر المهمه، كلنا متفقين ان هو من اهم العناصر اللي في النادي الاهلي. لكن هو كان عايز يزود الناحيه الهجوميه بقفشه. صح. لما يبقى في نص الملعب ويزود بالاربعه دول قدام. أيوة. ودي يعني وضحت في نهايه العشر دقائق او ربع ساعه الاخيره لما نزل كمان كهربا مكان الشحات، وبقى طاهر وبواليا وكهربا ومعاهم اجايه في التلت الاخير ومن وراهم قفشه. ايوه. النادي الاهلي بدايته الشوط الثاني اشرس بكتير من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني تقريبا انت بتلعب يعني مريح شويه، فرقه طلاع الجيش كانت واخده من البدايه اقوى في الالتحامات، اقوى في كميات الجري، اقوى في التحرك، اقوى في كل حاجه في الكره الثانيه. انت ابتديت تخش في نهايه الشوط الاولاني، لكن ابتديت الشوط الثاني كويس، والموضوع كان رايح جاي بينك انت وفرقه الجيش لغايه لما حصلت الثلاث تغييرات الهجوميه، وبقينا في اكتر من كوره مؤثره داخل ال 18 بعدد زياده من بواليا اللي نزل عمل يعني حركه في جوه ال 18 وخد معظم الاشتراكات. هو صحيح ما جابش جول، بس خد معظم الاشتراكات اللي كانت جوه ال 18 التحامات الهوائيه. حتى الجون الثاني هو سبب رئيسي. صحيح. في ان الكره وقعت وجايه يكملها. صحيح. بالنسبه لفرقه طلائع الجيش طبعا انا بحييهم جدا جدا، وبحيي الكابتن حمدي وبحيي الكابتن عبد الحميد بسيوني. هنرجع لهم في النواحي الفنيه. يعني ادوا بشكل كويس وهي كره القدم كده، لكن النادي الاهلي بخبرته قدر يخطف الجون الثاني. صحيح. هنروح